إنه مساء 25 من سبتمبر عام 1962، أغلقت أبواب صنعاء السبع لتبدو كسجن كبير. الخناق كان محكما، وسيد الظلام الجديد نائم على عرشه. الأرض مزوعة من الحياة، وأبناء المدينة قد تصالحوا مع يأسهم، وكأن الإمامة قدر وخيار أبدي. في تلك اللحظة كان هناك ثلة من الأحرار لم يفقدوا الأمل. حراك في إذاعة صنعاء يلفت نظر الإمام المعين منذ 6 أيام، لكن الأحرار استطاعوا المناورة. لقد تغلبت يقظة الكرامة على عسس الطاغية. بالقرب من قصر المستبد يأمر قائد الحرس الملكي عبد الله السلال بفتح مخازن السلاح أمام الثوار القادمين، معلنا ساعة الصفر لإسدال الستار على 1000 عام من حكاية الإمامة مع اليمنيين. منذ بداية الحكم الإمامي الجائر شهدت اليمن العديد من المحاولات الثورية التي كانت انعكاسا طبيعيا لحالة الرفض الشعبي للاضطهاد والظلم. أبرز تلك المحاولات كانت ثورة الدستور عام 1948 التي نادت بضرورة الإصلاح في منظومة الحكم وإقرار دستور للبلاد يكفل الحريات ويوزع السلطات. وحين تأكد الأحرار من استحالة إصلاح الحكم قرروا الإطاحة بالإمام يحيى حميد الدين. وفي 17 من فبراير عام 1948 استطاعت بندقية البطل علي ناصر القردعي إصابة الإمام في مقتل، ليعين على إثرها عبد الله الوزير إماما دستوريا. لكن هذه الثورة لم يكتب لها النجاح، حيث تمكن أحمد نجل الإمام يحيى من اقتحام صنعاء وإلقاء القبض على زعماء الحركة، ثم أعلن نفسه إماما جديدا ليرتكب أبشع الجرائم بحق الأحرار الذين شاركوا في الثورة. فشلت ثورة 48 في القضاء على حكم الإمامة المستبد، لكنها مهدت للعديد من التحركات الثورية، في مقدمتها انقلاب الجيش بمدينة تعز الذي قاده البطل أحمد الثلايا قائد الجيش الإمامي آنذاك عام 1955، وتعد أول محاولة سلمية لعز الإمام أحمد واستبداله بأخيه عبد الله، لكنها لم تفلح وانتهت بإعدام الإمام المرشح والقائد العسكري للإنقلاب ومن شاركهما في العملية. لقد أدت حركة الثلايا إلى اقتناع الأحرار بأن الحل يأتي بالتخلص من رأس النظام لتتوالى المحاولات العسكرية والمدنية. وكانت محاولة الاغتيال التي قام بها سعيد ذبحان في قصر السخنة بالحديدة عام 1960 والتي لم يكتب لها النجاح واحدة منها، واستشهد خلالها المنفذ. ومن المحاولات المدنية البارزة حركة حاشد وخولان التي انطلقت عام 1959 أثناء سفر الإمام أحمد للعلاج في إيطاليا، ولكنها سرعان ما انتهت بإعدام الشيخ حسين الأحمر وولده حميد بعد عودة الإمام من رحلته العلاجية متعافيا، وغدر ولي العهد محمد البدر بحلفائه من القبائل. القمع المستمر ووحشية النظام الإمامي غيرت من استراتيجية الأحرار الذين تجاوزوا أخطاء الحركات الثورية السابقة، فجاءت لحظة الخلاص بعملية فدائية قام بها مجموعة من الضباط الأبطال، وهم محمد العلوفي وعبد الله اللقية ومحسن الهندوانة، في 26 من مارس 1961، حيث نجحوا في إصابة الإمام أحمد بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده جعلته طريح الفراش، ليموت متأثرا بها في 19 من سبتمبر عام 1962. وعقب وفاته أعلن ولي العهد محمد البدر توليه الإمامة، وقام بإلقاء خطاب ناري أكد فيه السير على نهج أبيه، وهو ما دفع الثوار للتعجيل بالحسم وإنهاء عصر الإمامة. وفي صبيحة 26 من سبتمبر عام 1962
دكت مدفعية الثوار منزل الطاغية بعد ليلة خالدة في وجدان اليمنيين، فهرب من قصره إلى السعودية، ومع سقوط جدران منزله هوت جدران الجهل والرجعية، وطويت سنوات الظلم والقهر والاستعباد، ليبدأ عهد جديد تتوارثه الأجيال، عهد سبتمبر، عهد المواطنة وإعلان الجمهورية. بسم الله وباسم الشعب، تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني عام 1382، 26 من سبتمبر عام 1962.